كان الحاجات التلياني الحلويات التلياني اللي بتجنن في الحقيقه، بس ليها تكنيك صعب ووقت وخطوات، وهي بتتباع بره غاليه جدا. فانت النهارده هتقولي كل الخطوات بتاعتها عشان الناس تعملها في البيت وتبقى اقتصاديه جدا جدا جدا، صح كده؟ صح كده. والنهارده مع اميره عاملين التيراميسو، هي اهم حاجه فيها الجبنه، فاحنا هنستخدم جبنه عبور لاند سبريد، وهنقول لكم ليه بنستخدم كمان عبور لاند عندنا في 24 شارع شريف. بس خلينا كده اميره تشرح لنا الحاجات دي ايه ده؟ بص، هو احنا عاملين تيراميسو بكذا شكل، يعني عاملينه على شكل تورته، وعاملينه في الكوبايات، وعاملينه في يعني بكذا شكل. بس أوكي. بس هو تركيبه ده. اوكي. عايزه اشرح بس حاجه. اتفضل. هو التيراميسو دايما احنا في مصر مصدرناه في الوطن العربي، يعني بقينا نعمله كريمه لباني وجبن كريمي. بس هو اصله يعني في الاصل هو بيض، وعلشان تطلع البيض طعمه حلو وهو مش مستوي، دي حاجه تكنيك صعب يعني. فاحنا هنشرح النهارده احنا هنعمل ايه بالطريقه التلياني الاصيله. اوكي، هو دي خطوات كتير. انا طيب عايزه تقولي مقادير كتير؟ لا يلا. يلا. المقادير: 6 صفار بيض، 6 بياض بيض، معلقه خل صغيره، كوبايه سكر بني، كوبايه ونص كريمه خفق، 5 اكياس جبنه كريمي عبور لاند 100 جرام، معلقه هتستخدمي شيدر ولا درومي ولا قشطه؟ لا قشطه. قشطه. اوكي. معلقه فانيليا، 4 معالق كبار قهوه سريعه الذوبان، 2 كوبايه ميه، كوبايه كاكاو، ونص كيلو بسكوت ليدي فينجرز. صوابع الست. صوابع الست. طيب مش ده سافويا؟ هو. طيب عايزه تبتدي؟ طيب بس قبل ما تبتدي خلينا نقول لمشاهدينا ليه احنا اخترنا جبنه عبور لاند ان احنا نستخدمها النهارده في التيراميسو، بما ان التيراميسو من الحاجات الصعبه، فعايز لازم يكون نوع جبنه فخم تستخدم معاه. اول حاجه احنا اخترناها لاسباب كثيره، طبعا طعمها وجودتها العاليه جدا، وعبور لاند لاول مره بيقدموا، اول مره اشوف انا جبنه بالطريقه دي سهله، اللي هي عبارة عن كيس زي ده بنفتحه بمنتهى السهولة، وبنعمل نروح دايسين كده الجبنة تنزل سبريد في الساندويتش. ميزتها كمان ان احنا ممكن الواحد ياخد معاه العيش لوحده والجبنة لوحدها، يبقى في الشغل، في المدرسة، في العربية، في أي مكان، ويبتدي يفتح الكيس بمنتهى السهولة ويفرد الجبنة جوه الساندويتش، سواء عيش بلدي، عيش فينو، أي عيش احنا عايزينه، ويعمل بيه ساندويتش. غير طبعا احنا ممكن نستخدم منها في التشيز كيك، ممكن نستخدمها في التيراميسو زي ما اميره عامله النهارده. هتلاقوا دايما في السوق في 3 انواع من جبنه عبور لاند، عندنا الشيدر والرومي والقشطه، والنهارده احنا مش مستخدمين القشطه، وزي ما قلنا هو سهل جدا ان هو يستخدم. ايه بقى؟ يلا دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ احنا فصلنا البيض، قلنا صفار البيض وبياض البيض، هنعمل اربع النهارده هنضرب كتير قوي. هنضرب كتير قوي. اول ضرب هنضربه ممكن نجيب الويبنج كريم، كريمه الخفق. الكريمه اللباني هنحطها هنا. دي هنبتدي نخفقها دلوقتي. وهنحط هنا بياض البيض زي المرنج. 6 بياض بيض. 6 بياض بيض. دي لوحدهم؟ 6 بياض بيض، لا معاهم نص كوبايه سكر ونص كوبايه ونص معلقه فانيليا. نص كوبايه سكر ونص معلقه فانيليا، عشان الفانيليا الباقي هنحطها للبياض، ونص كوبايه سكر بني. هنضيف السكر البني. انت حطيت سكر ابيض؟ لا سكر بني. انت حطيت في الاول سكر ابيض؟ لا حطيت فانيليا. كل دي فانيليا ولا؟ اوكي. قد ايه فانيليا حطيتها؟ حطيت نص معلقه فانيليا، والنص الثاني لا نص معلقه فانيليا. والنص الثاني هنحطه مع الصفار. اوكي، وده هنحط ايه دلوقتي؟ نص كوبايه سكر بني. على 3 مرات. ادي مره. خليك خلص وقت سكر البني. طيب ادي اول جزء من السكر البني. يلا حط تاني جزء من السكر البني.
بتسميه زيت طلاينا. اوكي. ثالث. ثالث جوز. ثم كم معلقة؟ نص كوباية. نص كوباية على ستة. على ستة بياض. بيض والفانيليا. نقعد نضرب فيه لغاية ما يبقى مريك. مع نفسه. هنسيبه بقى يتضرب مع نفسه. انت بقى هتعمل ايه؟ هتعمل لنا الجبنة. عايزة ايه؟ الجبنة عايزة خمسة حولك هنا. هنا. عايزة كم واحدة جبنة؟ عايزة خمسة، عايزة نص كيلو. يعني خمس وحدات من دول، كل وحدة هي 100 جرام. 100 جرام. طب احنا النهاردة اهي العلبة بتاعتنا فيها جبنة عبور لاند القشطة، اللي هي هتلاقوها الزرقاء. القشطة دايما هتلاقوها اللي هو اللون الأزرق، وفي عندنا اللون اللي على بني دي بطعم الجبنة الرومي، وهنا بطعم الجبنة الشيدر. اوكي الزرقاء اهي. يلا هنحتاج قلنا نص كيلو، يعني هناخد خمس وحدات. اوكي ادي اول، دي غنية بالكالسيوم. طب ده حلوة قوي. اوكي يلا. انت بتعملي ايه؟ انت بقى في هذه الاثناء انا حطيت حمام مية، والطبق الزجاجي يتحمل الحرارة، وهحط الستة صفار بيض معاهم باقي السكر. بصوا بتنزل بقى بسهولة ازاي؟ دي بقى على التوست، على الجبن، على اي حاجة انتوا عايزينها، اي نوع عيش هتلاقوها سهلة جدا. ورونا بقى اميرة بتعمل ايه؟ انا حطيت هنا ستة صفار بيض معاهم نص كوباية السكر الباقية، وحط معاهم نص معلقة فانيليا النص التاني. ما انا عندي معلقة، حطيت نص في البياض والنص التاني حطيته مع الصفار. وهفضل اسوي صفار البيض. طبعا هو الخطورة كلها او المشكلة كلها في صفار البيض، فاحنا هنسوي صفار البيض. معلش انا هنا بصوا فتحتها بطريقة تانية، فتحتها بالورب من الجنب عشان تنزل لي خط رفيع. الاولانية كانت عريضة، هنا عملناها بطريقة رفيعة، نزلناها خط رفيع اهي. بتعملي ايه يا اميرة؟ اسف اني قاطعت. انا ولا يهمك، انا بقلب صفار البيض مع السكر والفانيليا، مفروض ان انا اقلبهم لغاية ما يبقوا كريمي. لو ما عندناش مضرب ممكن ان احنا نستخدم عادي سباتيولا او مضرب سلك. وبعمل كده كل دوا الهواء اللي انا هيبقى موجود معايا في الكريمه بتاعتي هفضل اضرب فيه لغايه ما يبقى لونه ابيض خالص وكريمي. وبصوا هنا برضو طريقه ثانيه اهي. بصوا انا بلفها من فوق اهي عشان اصفي كل الجبنه اللي جوه. وريتكم كل الطرق اللي ممكن تستخدموها، والطريقه دي سهله جدا. دي كده واحد اثنين ثلاثة. انت في عايزة كام؟ خمسة. خمسة. خمس اكياس، كل كيس 100 جرام، عايزة نص كيلو جبنة كريمي. كده انت بتضربي ايه؟ انا بضرب صفار البيض، ستة صفار بيض معاهم نص كوباية سكر ونص معلقة فانيليا. مش عارف المشاهدين سامعيننا ولا لا من كتر الضرب اللي احنا بنضربه ده. معلش ما قوي. هو القصة كلها في الضرب، هو زي ما احنا قلنا انه التيراميسو غالي جدا بره، احنا هنعمله في البيت بطريقة سهلة قوي ورخيصة جدا. مش جدا يعني بس رخيصة. بصوا انا هنا فتحتها، بصوا ممكن من غير ما اقص على فكرة. بتفتح من سهولة اهي. بص اهي. من غير استخدام مقص. من غير المقص. برافو. احنا قلنا ممكن نبقى في العربية، في اي مكان، في المدرسة ممكن الولاد ياخدوها ويعملوا بيها الساندوتش لنفسهم، في الجامعة، في الشغل. عملية قوي بصراحة اهي. اوكي انا كده جاهز اعمل ايه؟
انا جاهز يا اميره. طيب انت بقى هتعمل ايه؟ يبقى قاعده. خلاص كده المفروض مش عايز الميه خلاص يقعد. لا المفروض ان هو يقعد 10 دقايق على النار لغايه ما يبقى كريمي خلاص. لغايه ما يبقى كريمي خلاص. انت كده قعدت 10 دقايق اطفي ده. هيبقى كريمي خالص ولونه اصفر فاتح خلاص. وهنا ده خلاص اهو احنا بنعمل كل الخطوات قدامكم. كان ممكن اميره تجيب الحاجات جاهزه بس احنا انا قلت لها وهي عارفه ده برضو ان التيراميسو صعب فلازم نعمله قدامكم. اخر حاجه بقى انا هضرب الويبنج كريم. بصي هنا كده ايه رايك؟ لا لا لازم يبقى لسه لازم يبقى متماسك. وهضرب كمان الكريمه اللباني او الويبنج كريم لغايه اما تبقى برضو متماسكه جدا. جابوا اللانش بتاعتنا. تالي كده كفايه؟ لا لا لازم يبقى متماسك مجعلص كده ومتماسك. مجعلص؟ مجعلص. مجعلص ده ايه؟ ده ايه بقى؟ دي كريمه لباني كوبايه ونص كريمه لباني. يبقى كده انا هنا بعمل ايه؟ ده ايه؟ ده ستة بياض بيض معاهم نص كوباية سكر ونص معلقة فانيليا. اوكي نضربه لغاية ما يعمل منقار. وهنا في ايه؟ هنا جبنة كريمي عبولان قشطة. وهنا اللي معاكي؟ هنا معايا دي كوباية ونص كريمة حب. وهنا ست صفار بيض معاهم نص كوباية سكر ونص معلقة فانيليا. طيب انا ما قلت قشطة مش قصدي قشطة يعني قشطة عليك ها؟ انا بكره الكلمة دي. انا قصدي اللي هي الكريمه القشطه. كريمه قشطه. كريمه قشطه. وانا استخدمت القشطه لانه مطلوب الدسم الزياده يعني الجبنه كريمي دسمها زايد قشطه. ايه رايك؟ كده هتعمل من قرعه. هتعمل عايز هنضيف لها بقى نص معلقه خل. نص معلقه خل. علشان يتماسك الخليط يتماسك. واحد اثنين معلقه صغيره ولا كبيره؟ نص معلقه كبيره بس هيخلي الخليط يتماسك وما يسيبش منه. بيخليه بيلمع. وبيلمع. وقت ما بتحب تطلع بقى فاصل. لا لسه. لسه؟ طيب عندي بقى الكوبايتين ميه. انا عايز اوريكي حصل هنا ايه. لسه؟ عملت مرارة. يعني كل ما بيتضرب زياده ويتماسك كل ما يبقى احسن عشان العجينه ما تسيحش منه. قلبتها صح كده؟ تمام. اضربها تاني ولا كفايه؟ لا خلاص تعالى بقى انت ايه حط ال مش عايزه ده؟ لا خلاص. النهارده تورنيدو هو المنقذ. تورنيدو انقذنا بالمضارب والعجان. انا بضرب دلوقتي الكريمه علشان تتماسك برضو لازم تتماسك تبقى قريبه للقشطه. كده عندنا ثلاث حاجات ده رينج وهنا الجبنه وهنا صفار البيض. ده خلاص مش عايزه المضرب ده؟ لا خلاص. اوكي شكرا ترميله برضو. و ده لسه شويه عليه. لا يعني امسك كده هبتدي بقى انا اخلط. خلطي ايه بقى؟ هبتدي اخلط ولا بعد الفاصل ولا عايزه تجهزي كل حاجه دلوقتي؟ لا جهزي جهزي. صفار البيض مع الجبنه سبته المفروض ان هو يبرد يبقى بيت. مش كده ده كفايه عليه اللي معايا ده؟ بصي يبقى قشطه كده اهو اكتر من كده؟ تمام حلو قوي. ايه الصوت ده؟ معلش ثلاث مضارب في ان واحد. ماشي خلاص هنحط الجبنه الكريمي او نحط ال نضيف الجبنه ونضربها بده ولا عايزه مضرب؟ لا لا مش عايزه مضرب. عشان الهواء. هتحطيها حبه حبه. هضيف وعلشان الهواء ما يخرجش بره وعلشان ما تسيحش يعني لو قلبت كله على بعضه بالمضرب اللي هو الكهرباء دلوقتي هيبقى لوز كده هيبقى سايح خالص. خلاص اهو دي جبنتنا عبور لان. يبقى احنا حطينا الجبنه عبور لان اهي على
الايه الصفار. اوكي خلاص مش دي، ومش هقلب كتير، هقلب بالراحه كده. خلاص الجبنه بتسقع كمان البيض، البيض المفروض ان هو يبقى ممكن نستخدمه هو دافي يعني. خلاص اهو. بعدين وبعدين هنحط المرنج. المرنج دي يطلع شكلها وحش في الشاشه. لا ممكن بس اني احط، انا حسكت واحده لازم تبقى بعدين بصل الكاميرا. وبرده بخفق بشويش. كل ده لازم يتضرب يدوي. اه بالظبط. هتحطيه كله جوه هنا. كنت هنا في ده يلا عشان غوي خمني. طب ده دولار كفايه تحطي عليهم كله؟ اه يلا. مش هيكفي ده؟ لا هيكفي ان شاء الله. مش هتصدق، هتصدق ان شاء الله. خلاص كده ده ماشي. كده خدنا المرينج. شكرا. بعدين يبقى احنا قلبنا الجبنه على الصفار. خلاص وبعدين حطينا عليهم البياض. بص انا بقلب ازاي. بصي ابتدى يبقى هش ازاي. عشان الهواء ما يخرجش. لو الهواء هيبقى زي زي يبقى ميه هيبقى. يعني هي القصه كلها في التكنيك. احنا بنعبي هواء في حاجه طعمها حلو، فانيليا و ويبنج كريم. خلاص انت حط ده على ده. ده اللي هو ايه؟ نحط بقى هنا ده الكريمه اللباني المخفوقه. يلا ثانية واحدة برضه حبة حبة. عشان الهواء زي ما احنا اتفقنا ما يطلع. وكريمة اللبانية لازم تبقى ساقعة. أيوة. ده كده خلاص استوى. طب إذا ما يخشش الفرن. لا خلاص. طب ما هو الناس هتقول لك الصفار والبياض إيه بقى؟ لا الصفار هو اللي فيه مشكلة. مش دلوقتي مشكله، انت خلاص خلاص كده عملتي. خلاص كده خلاص سويتيه ازاي؟ سويته على حمام ماي. خلاص والبياض حطينا معاه بس الفانيليا عشان الزفاره، وحطينا الخل عشان برضو يقتل لو في اي حاجه. كده احنا خلصنا الخليط. ايوه بالظبط. بعدين هنبتدي بقى نركب الحاجات دي كلها. طب احنا سمعك اغنيه يلا ونيجي بقى ايه نوريكوا التيراميسو بيتركب ازاي. استاذ حسام ايوه عايز تغني ايه يا استاذ؟ يلا احنا دلوقتي بنقول حاجه لام كلثوم بقى. حاجه للست ام كلثوم طبعا. ايه هي؟ دلوقتي احنا هنقول دلوقتي كوبليه من اغنيه سيره الحب. سرقه. جميله. سيره الحب. يا سلام على سيره الحب. سلام يا سلام. يلا نسمعها بعد كده ناخد فاصل.